نعرف كلنا أن النساء يرفضون فكرة الزوجة الثانية، لكن لو افترضنا أن الزوج يواجه مرض ما له علاج إلا أنه يتزوج من امرأة أخرى، فهل راح توافق الزوجة؟ جربنا نسأل البنات وسمعنا ردودهم، نتابع. يعني إذا أنا بحبه بيعني لي أكيد بحب أنه يكون مبسوط، وإذا هيدا الحل الوحيد بضحي، ما في مشكلة. لا يمرض. زوجك موجود عم بسمعك. أيوة، مش مهم يمرض. Thank you. شوف له أي حل بعد كده، عادي جدا. يعني شو الأسئلة؟ شو السؤال؟ إن شاء الله ما بيمرض أبدا. لو صار إن شاء الله ما بيمرض. لو إن شاء الله ما بقبل. طبعاً ما بقبل. الحمد لله، يعني إن شاء الله ما بيصير. أنا بدعي إن شاء الله ما بيصير. أخليه يموت أحسن. عادي؟ عادي. ليش تزوج زوجة ثانية؟ ليش المشكلة؟ ما يصير. يعني تخليه يموت، شو السبب؟ إنه ما يتزوج عليك. ما ابغى زوجي يتزوج علي. لا ما خلاص، يتقبل الوضع وانا هتقبل المرض ونكمل كده. بالظبط، يعني خليه كده ان شاء الله، العمر بيد الله.